كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. نعم. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. الإيمان بالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم واجب، لأنه تواترت النصوص بإثباته، فمن أنكره بعد العلم وعاند فإنه يكفر. أما من أنكر الرؤية لجهله أو لأنه مقلد لغيره فهذا يبين له، لا يكفر، يبين له، فإن أصر بعد البيان فإنه يحكم بكفره لأنه مكذب لله ولرسوله. نعم.